بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرضوان عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين. تلاميذ السنة الثالثة ابتدي، أهلا بكم إلى حلول أنشطة الطرح دون احتفاظ الدرس 18. أولا أتمرن، أجري العمليات التالية: 35 ناقص 24، 5 ناقص 4 كم تساوي أعزائي التلاميذ؟ 5 ناقص 4 تساوي 1، تساوي 1. 3 ناقص 2 كم تساوي أعزائي التلاميذ؟ تساوي كذلك 1. 3 ناقص 2 تساوي 1. إذا 35 ناقص 24 تساوي 11. 456 ناقص 320، 6 ناقص 0 تساوي 6. 5 ناقص 2 تساوي 3. 4 ناقص 3 تساوي 1. إذن 456 ناقص 320 تساوي 136. 359 ناقص 208 تساوي 9 ناقص 8 تساوي 1. 5 ناقص 0 تساوي 5. 3 ناقص 2 تساوي 1. إذا 359 ناقص 208 تساوي 151. 128 ناقص 115، 8 ناقص 5 تساوي 3. دائما نجمع، يعني نضع الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات. 2 ناقص 1 تساوي 1. 2 أو 1 ناقص 1 تساوي 0. 910 ناقص 700، 0 ناقص 0 يساوي 0. 1 ناقص 1 ناقص 0 تساوي 1. 9 ناقص 2 تساوي، أو ناقص 7 تساوي 2. 910 ناقص 700 تساوي 210. أنجز عموديا: 897 ناقص 6، 7 ناقص 6 تساوي 1، 9 ناقص 3 تساوي 9، 8 ناقص 3 تساوي 8. إذن 797 ناقص 6 تساوي 891. 400 ناقص 300، 0 ناقص 0 تساوي 0. 0 ناقص 0 تساوي 0. 0 ناقص 0 يساوي 0. 3 4 ناقص 3 تساوي 1. إذن 400 ناقص 300 تساوي 100. 678 ناقص 77، 8 ناقص 7 تساوي 1، 7 ناقص 7 تساوي 0، 6 ناقص لا شيء تساوي 6. إذن 678 ناقص 77 تساوي 601. 308 ناقص 206، 8 ناقص 6 تساوي 2، 0 ناقص 0 يساوي 0، و3 ناقص 2 تساوي 1. إذن 308 ناقص 206 تساوي 102. جد الأرقام الناقصة: 8 ناقص كم تساوي 6؟ 8 ناقص 2 تساوي 6. 2 ناقص كم تساوي 1؟ 2 ناقص 1 تساوي 1. 2. 5 ناقص كم تساوي 3؟ ناقص 2. إذن 528 ناقص 212 تساوي 316. الثانية: 8 ناقص 5 كم تساوي؟ تساوي 3. 8 ناقص 5 تساوي 3. ما هو العدد الذي أنقصه من 4 يساوي 5؟ هنا يشوفوا أعزائي التلاميذ، نبدأ منه من الأسفل ونطلع. هنا في الأسفل كان 5 زائد 4 كم تساوي؟ تساوي 9.
خمسة زائد أربعة تساوي تسعة. إذن تسعة ناقص أربعة تساوي خمسة. ستة ناقص ثلاثة تساوي ستة. كما قلت لكم هنا، كما قلت لكم وكما أخبرتكم قبل قليل بالخدعة، إذا ما هو العدد الذي أنقص منه سبعة يساوي واحد؟ نبدأ من أسفل، سبعة زائد واحد زائد سبعة كم يساوي؟ ثمانية. نتحقق، ثمانية ناقص سبعة كم تساوي؟ ثمانية ناقص سبعة تساوي واحد. هنا تسعة ناقص كم يساوي؟ أربعة. تسعة ناقص ما هو العدد الذي أطرحه من تسعة يساوي أربعة؟ هو العدد خمسة. إذن اثنين ناقص ثلاثة تساوي اثنين. كان مع أمين 169 كرة، لعب مع أصدقائه وخسر 20 في استراحة الصباح ثم خسر 18 في استراحة المساء. ما هو عدد الكريات المتبقية مع أمين؟ إذن خسر أمين، نحسب أولا عدد الكريات التي خسرها أمين. إذن خسر، لاحظوا معي، خسر أمين في استراحة الصباح، كم خسر أمين في استراحة الصباح؟ 20 كرة، هذه راحت له في استراحة الصباح. ثم خسر 18 كرة في استراحة المساء. كم بقي له؟ ماناش عارفين. إذا كانت عنده 169 كرة. أولا نحسب ما هو عدد الكريات التي خسرها أمين، هي 20 وزائد 18، خسر 20 زائد 18. أولا نحسب عدد الكريات التي خسرها أمين، إذا 20 زائد 18، خسر 20 ومن بعد خسر 18، معناتها خسر 20 زائد 18. نقوم بهذه العملية أو فيما بعد يعني نحلوا بهذه الطريقة، ولا عندنا حل آخر كذلك. إذا 20 ناقص 18، 0 ناقص 8 كم تساوي؟ 0 ناقص 8، 0 ناقص هنا عندنا عملية جمع، 0 زائد 8 تساوي 8، 2 زائد 1 تساوي 3. إذا هذه عدد الكريات التي خسرها أمين، هذا عدد الكريات التي خسرها أمين. إذا كم بقي معه؟ نقوم بعملية الطرح، 169 إذا ناقص كم؟ ناقص 38، ناقص 38. إذا أولا نجمع عدد الكريات أو نحسب عدد الكريات التي خسرها، بعد ذلك نقوم بعملية الطرح. إذا 9 ناقص 8 كم تساوي؟ 9 ناقص 8 تساوي 1، 9 ناقص 8 تساوي 1، 6 ناقص 3 تساوي 3، 1 ناقص 3 تساوي 1. إذن عدد الكريات المتبقية معه، عدد الكريات المتبقية معه هو 139 كرة. عدد الكريات المتبقية معه هو 131 كرة. هكذا تكون الإجابة على السؤال. شكرا أعزائي التلاميذ على المتابعة، طابت ليلتكم في أمان.